التجهيز للمقابلات. بيتضمن التحضير للتسجيل في المقابلة عدة خطوات رئيسية عشان نضمن إنه تسجيلنا ناجح وعالي الجودة. رح نستعرض شوي معاكم بعض التفاصيل الإضافية والمهمة للاستعداد لإجراء مقابلة مصورة. أولاً، البحث الجيد قبل المقابلة. لازم نعرف شخصية الشخص اللي احنا رايحين نقابله، شو خبرته، إنجازاته. وإذا كنا عم نحكي عن شخص مش معروف، بدنا نحضر عن الموضوع اللي بدنا نعمل عنه المقابلة. ترتيب الأسئلة مهم جداً، يكون عندنا مجموعة من الأسئلة، وتحديداً الأسئلة المفتوحة نسميها open questions عشان ناخد تفاصيل من الشخص اللي عم نعمل معاه المقابلة، وتكون المحادثة مثمرة ومفيدة للمشاهدين. اختبر معداتك، تأكد دائماً أنه كل معدات التسجيل موجودة معك ممتازة وشغالة، عندك شحن بالتليفون، الميكروفون شغال، الإضاءة شغالة، والمكان اللي بدك تسجل فيه يكون شوي بعيد عن الضجة. عم نحكي بعيد عن الضجة يعني اختار موقع مناسب، لازم المكان يكون هادي ومناسب لأنك تاخذ وتعطي، تسمع الشخص اللي عم بيجاوب وانت برضه تسمعه سؤالك. بنحاول دائما نتجنب الأماكن اللي فيها ضجيج عشان ما تكون عناصر مشتتة للأشخاص اللي عم بيحضروا هذا الفيديو. إعداد معدات التسجيل، واحدة من الأشياء اللي كنا عم نحكي عنها هي الميكروفون، لازم نكون متأكدين إنه الصوت نقي وواضح. إجراء مناقشة ما قبل المقابلة عشان الشخص ممكن يكون شوي متوتر، خايف، مش عارف طبيعة الأسئلة، أو مش عارف الشخص اللي عم بيعمل معاه المقابلة، لذلك قبل ما نبلش التسجيل دردش شوي مع هذا الشخص. مهم دائما نتحقق من مستوى الصوت قبل المقابلة إنه هذا الصوت واصل بشكل جيد، وهذا من خلال تموضع الميكروفون، أعرف وين حطيت الميكروفون بالنسبة لصوت الشخص بده يحكي عشان أكون أنا متأكد إنه الصوت عم بيتم التقاطه بشكل جيد. طبعاً لازم يكون معنا معدات احتياطية، بطارية، ذاكرة شحن، جهاز تسجيل إضافي أو أي شيء آخر. ضروري نركز دائماً على الملابس اللي عم نلبسها، نبعد شوي عن الأشياء المخططة والألوان اللي رح تضيع اللبسة تبعتنا مع الباك جراوند أو المكان اللي إحنا موجودين فيه. حاول دائماً تحافظ إنه المحادثة تكون مهذبة وتشارك أثناء المقابلة بالوقت اللي بيسمح لك فيه، يعني أنت عم تسأل شخص خليه ياخذ مساحته بالإجابة، ولكن إذا حسيت تطول شوي بالجواب حاول إنك توقف من خلال طريقة ذكية بدون ما تقاطع هذا الشخص.